الشيء. احنا بالكويت نشارك اخواننا بالسعوديه الشيعه والمسلمين والسنه بكل الاطياف نشاركهم بالعزاء. لا صلى الله عليه وعلى منبر الحسين. شكر خاص لكل القائمين في حفظي وأمني مجالس الحسين سلام الله عليه خلال هذه العشرة أيام أو الثلاثة عشر ليلة، لقوات الأمن الذين كانوا يحرسون أيضا ويحامون، بوجودهم أيضا كانت القلوب نوعا ما آمنة أيضا حينما يرونهم. شكر خاص لهم ولكل العاملين وللحكومة أيضا ولكل شريف وكل مؤمن وكل محب خدم أو عبر حتى للمرأة نشكرها التي وقفت موقفا مشرفا حاملة تلك الكتاب المكتوب عليها أنا سنية وأحب الحسين وأخدمه. نشكرها أيضا، نشكر كل من قام بخدمة ولو قليلة بحماية بخدمة لخدمة زوار مجالس الحسين، نشكرهم جميعا. ونشكر كل حتى من كانوا وقد سمحوا بوقوف السيارات عند أبوابهم من جيران وغيرهم في كل أرض الكويت، نشكرهم كذلك جميعا. ومن لم يشكر المخلوق كما قال أمير المؤمنين لم يشكر الخالق.